في هذه الحلقة هتكلم عن طريقة التسول على اليوتيوب. في ناس برضو بيتاجروا بالدين على اليوتيوب، تجار اليوتيوب باسم الدين، احنا بنعمل عليها حلقات. كذلك ايضا في تجار، يعني تجار باسم السياسة، باسم التضليل، باسم الارتزاق، باسم اي حاجة برضو. وده بيبقى طريق يعني مسألة تسول. يعني التاني ممكن يكون تاجر على اليوتيوب باسم الدين، يعني بيضحك على الناس وبينصب على الناس، لكن ده بقى تسول صريح. يعني هو على اليوتيوب طالع بيطبل لبلد ما، يروج لبلد ما، لوبي من يعني تبع بيدافع عن بلد ما. طبعا الدفاع ده مش واجب لا على الاطلاق، يعني بيبقى ده يعني طريقة التسول او طريقة الدعم نفسها. بتبقى مثلا دعم عن طريق المشتركين، عن طريق الانتساب من هذه الدول، على اساس ان هم بيدفعوا له عشان خاطر يطلع يتكلم ويدافع عن الدوله، طبعا بين قوسين يعني. وطبعا ما بيدافعش لوجه الله، او ان طلع يقدم محتوى لوجه الله، مش يعني اصلا ممكن تكون المساله دي شغله ارتزاق، يعني يرزق منها، بيكتسب منها مال. ففي فرق كبير جدا بانك انت طالع تقدم محتوى تفيد به بلدك، او تفيد به البلاد العربيه، او تفيد به البلاد الاسلاميه، محتوى تقف بيه جنب بلدك، تقف بيه جنب بلد ما يعني، بس بدون مقابل. لكن لو جالك المال وانت ما يعني انت ما بتطلبوش، وجالك الدعم ممكن ترفض وممكن تقبل، لكن تصل بك الدرجة انك انت تطلب هذا الدعم. يعني انت مشكلة كبيرة لما تطلب، هذا اسمه تسول، يعني ده اسمه انك انت بتطلب دعم هؤلاء. ولو ان الدعم قل شوية تبتدي انت بقى ايه في حيث بيص يعني، او انا مش عارف يعني. طب انت مثلا بتقدم المحتوى ده لوجه الله مثلا، او ده دعوة منك او رسالة بتقدمها، ولا هذا المحتوى انت بتعمله عشان تكتسب منه المال؟ الاهداف مختلفة، والهدف لما يكون كسب المال دايما انت تستطيع انك تشكل هذا الانسان، وتحاول انك انت بالمال تستطيع ان تخليه يغير المحتوى بتاعه، او يغير يعني يغير مثلا ايه توجهه في اي لحظة، يغير توجهه. ولو حصل دعم من اي احد تاني اخر، يعني من الجهة المناوية اللي كان بيهاجمها، ممكن يقف معاها ويهاجم اللي كانوا بيدعموه في الاول. وصلت الرسالة؟ تعالوا نشوف نموذج من هذه النماذج. النموذج ده طالع بيتكلم عن ان في الاول طبعا بيقول ايه، بيقول لك انا والله في ايام الكبيرة هذه وفي ايام الحج بنطلب من الناس انها تدعي لنا. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ممكن اقف هنا فقط؟ اي حد في الاراضي المقدسة اتمنى ان يدعي لنا دعوة من القلب، دعوة بظهر الغيب يفك الكرب كل واحد مكروه، دعوة من القلب. أتمنى من الله عز وجل إن حد يدعينا دعوة مخلصة كده لعل الله يستجيب. ده شرعا يجوز انك انت تطلب من واحد الدعاء بظهر الغيب يدعي لك بالاسم وكده، مفيش مشكلة خالص، وده شرعا مقبول. وما عندناش مشكلة كلنا بنطلب من بعض ان احنا ندعي لبعض بظهر الغيب لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه. طلبوا من الاخرين الدعاء له يجوز، مفيش مشكلة. لكن المشكلة فين؟ مشكلة ان هو في القناة بتاعته المنتسبين يعني قلوا، بدأوا يتناقصوا يعني يلغوا الانتساب بتاعهم من قناة. طبعا انتوا عارفين يا اخوانا الانتساب ده بيروح المتابع او المشترك في القناة، يروح يشترك في الانتساب في القناة، بيدفع مثلا في مستويات، يعني مستوى مثلا ب$20، مستوى ب$50، على حسب صاحب القناة ما بيحط المبلغ اللي هو انت من خلاله انك تنتسب. ممكن في ميزة الانتساب انت ممكن تعمل فيديوهات حصرية هم يشوفوها قبل العام، قبل الناس على العام. طبعا انا واحد من الناس اخطأت خطأ كبير ان انا فعلت ميزة الانتساب، وانا حاليا مش عارف الغيها. يعني انا عايز الغي حاجة اسمها انتساب في القناة، مش عايز حد ينتسب عندي يعني، لاني حاسس ان فيها شبهة، وحاسس ان فيها تفرقة، يعني كاني بميز المنتسبين اللي بيدفعوا فلوس عن اللي مش منتسبين. يعني ممكن انزلهم الفيديو بيبقى حصري وجديد قبل الناس اللي هم العام يعني، وده طبعا بيبقى فيها تمييز، وانا ما بحبش اميز او افرق بين متابعين القناة على الاطلاق، كلهم عندي واحد.
لكن حقيقي انا لو في حد، انا بقول اهو على العلن، لو في حد يعني يتواصل معايا على الواتساب، الواتساب موجود في القناه، متسجل يعني في القناه الرقم بتاعي، يتواصل معايا ويقول لي ازاي الغي ميزه الانتساب في القناه بكل امانه يعني. فالمهم يعني الشخص ده طلع بيتكلم وبيقول ان انا المنتسبين قلوا في القناه، فلو حد عايز ينتسب باي مستوى هو عايزه. عاملين يا جماعه، اتمنى ان لو حد يقدر ينتسب للقناه ينتسب. عدد من المنتسبين خرجوا من الانتساب والعدد قل، لو عندك المقدره تتفضل تنورنا في الانتساب باي مستوى يناسب حضرتك. لو حضرتك ما تقدرش، القصه بسيطة خالص، قصه طبيعيه خالص، واحنا بنتقبل اي شيء عادي، الموضوع بسيط جدا. ولكن اللي عنده مقدره انه ينتسب ويدعم القناه هيشرفنا وينورنا. طب ده تسموه ايه؟ انا عايز افهم يعني، ده مش تسول على اليوتيوب و... او طلب المال لاجل المحتوى يدعم القناه؟ قناه ايه؟ انت شايف ان عندك انت بتدفع مثلا ايجار للقمر الصناعي عشان تبث من القناه بتاعتك؟ ده انت ب2 جنيه نت يعني بتطلع تتكلم ساعة واثنين وثلاثة يعني، فاهم ازاي؟ فيدعموا القناة في ايه يعني؟ تعمل استوديو يعني عشان ما شاء الله يعني مثلا انت مؤثر جدا. طبعا هو صوت من الاصوات على اليوتيوب وبيدعموه يعني، بحيث ان المشتركين يبقوا كتير، الفيديوهات تبقى مشاهداتها كتير، ممكن يكسب كتير فقط يعني. فهم ممكن يكونوا يعني الغوا الانتساب ليه مثلا؟ اكيد انت بقتش مؤثر، اكيد انت بقت يعني محتواك مكرر، محتواك ما فيهوش فايده، فالغوا الانتساب. قال لك ما فيش فايده، بقى ندفع فلوس ليه؟ ما ندفعش فلوس. فانت فكر انك تعمل محتوى كويس، انك تكون منصف، انك تكون مش يعني اصل شوف، ما هو حتى اللي عارفك انك انت بتجامله في المحتوى بتاعك هو ما بيحترمكش. فكبيرة قوي يعني، صعب على النفس ان انا اطلع اقول يا جماعة انتسبوا، يعني زي اللي بيقول ايه، حاجة لله حسنة قليلة تمنع بلاوي كتيرة، لله يا محسنين انتسبوا عندي، ادعموا القناة. طب ادعموا القناة ايه؟ القنوات الفضائية دي بتدفع للقمر الصناعي، وفي ناس رجال اعمال بيدفعوا لها. انت بتدفع القمر الصناعي مثلا ايجار شهري مثلا بالدولار؟ ابدا، انت القناة عادية جدا ببلاش مجاني بتطلع تتكلم. فيدعموا القناة، فيدعموك انت بقى محتاج فلوس. طب انت ما بتشتغلش، ما عندكش عملك الخاص، انت المفترض يبقى عندك عملك خاص وقت الفراغ يعني، انك تطلع تقدم محتوى رسالة يعني، حاجة لله يعني وجه الله، حاجة تدعم بها بلدك. وطبعا انت يعني ممكن ما بتتكلمش عن بلدك قد ما بتتكلم عن دولة، دول اخرى، وبتدافع عن دول اخرى اكتر. بل انت طلعت في مرة اسأت للشعب المصري، اسأت للشعب المصري، وقلت ان الشعب السعودي احسن من الشعب المصري، وقلت ان الشعب السعودي بيقف خلف قادته اكتر من الشعب المصري، يعني حاجة 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 مستفزة جدا جدا. فانا عايز اقول لك يا ريت انك يكون يعني يكون عندكم دم شويه، وعرتونا في وسط الناس يعني، بيقولوا ده شوف المصري بيعمل ايه، شوف المصري بيعمل. عرتونا وكسفتونا بصراحه يعني، بقيتوا حاجه صعبه جدا، تطلع تطلب الانتساب وما الانتساب وتدعم القناه، دعم القناه ايه؟ الفلوس قلت شويه من الانتساب، لا حول ولا قوه الا بالله. فيعني حاجه مخزيه وحاجه مخجله، هو حاجه ما تشرفش الانسان يعني، انا ما يشرفنيش ان واحد مصري يطلع يعمل كده مهما كان ظروفك الماديه وحشه يعني. وكان يبقى انت طالع اصلا تتكلم عشان فلوس، انت بتدافع عن الدول دي وبوق وبوق عشان خاطر الدول دي، انت يعني بتتكلم وبتدافع عنها عشان الفلوس. هم عارفين كده، هم عارفين كده. ففي الاخير يا اخوانا، الانسان الحر اللي ايده نظيفه يستطيع ان يقول ما يريد، يكون حر. ليه ما تقضاش اجر من اي حد يعني؟ فانت يعني كانه بيطلب الاجر عشان يتكلم. فعيدكم مبارك كده، وكل سنه وانتم طيبين. يعني عايز اقول لكل واحد ان هو زي ما انت بتطلب الدعاء من الله عز وجل، تدعو الله سبحانه وتعالى وتطلب كل شيء من الله سبحانه وتعالى، اطلب ايضا الرزق من الله سبحانه وتعالى، وهو سيسخر لك الرزق، وانت ليك رزق هتاخده. يقول الله تبارك وتعالى: ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فيجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقادا يقينيا، عقيدة عنده، أن الرزق بيد الله عز وجل، يسيره إليك ويرزقك من حيث لا تحتسب، ولكن
التسول عيب. فأعتقد أن هناك كثيرين على اليوتيوب متسولون بدرجة امتياز أو متسولين بدرجة امتياز. طبعا دي أصداء العيد عندنا، والأطفال بيحتفلوا بالعيد والزمر والكلام ده كله، يعني ربنا فرح المسلمين وعيد مبارك تاني عليكم. لكن ما يعني الإنسان يكون عنده كرامة، يكون عنده عزة نفس، مش يطلع يطلب هذا. يعني ربنا يثبتنا، وربنا يا رب ما يحوجنا لحد، ورب اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.